ساد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مجريات مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كيلوباترا ضمن فعاليات الجولة 18 في الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل الاتحاد السكندري إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل رصيد سيراميكا كيلوباترا إلى 24 نقطة. حقق فريق زد اف سي فوزا على نظيره الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة 18 من الدوري الممتاز. بهذه النتيجة رفع فريق زد اف سي رصيده الى 27 نقطة في ترتيب جدول الدوري، بينما تجمد رصيد فريق الاسماعيلي عند 18 نقطة. فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره فاركو بثنائية دون رد في إطار الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل رصيد فريق مودرن فيوتشر إلى 24 نقطة، بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة 12. أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة نظيره مازيمبي بعد غد، وذلك في إطار ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة في 26 من إبريل الجاري. يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي، وذلك ضمن إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي. وتشير نتائج المباراة إلى تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد في الشوط الأول بقدم اللاعب محمد صلاح. فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره بي ام سي الكونغولي، وذلك بنتيجة 26-19 في افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر. كما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي على نظيره دي جي اس بي الكونغولي بنتيجة 26-21 في إطار افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.